فترة طويلة جدا ما اشتركش أساسي في النادي الأهلي. وجود طبعا وائل جمعة، وجود وائل جمعة ومحمد نجيب، واقتناع طبعا مستر مانويل برامي ربيعه واحمد العش، بعد شويه احمد السيد، لكن هذا لا يمنع ان احمد السيد من المدافعين المحترمين الجيدين جدا، ومدافع من اللي دخل منتخب مصر ولعب مع النادي الاهلي وحصل على بطولات كثيره، لكن اعتقد ان هو ان شاء الله باذن الله المشكله تتحل قريبا ويرجع ل تاني للعب. وفي هذا الصدد معانا كابتن احمد السيد في مداخله تليفونيه. ابو حميد ازيك؟ كابتن طارق ازي حضرتك كابتن؟ ازيك يا حماد، عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا كابتن تمام. اخبارك ايه؟ طمني عليك. الحمد لله يا كابتن. طبعا انا بشكر طبعا كلام حضرتك ده طبعا، لكن الناس كلها طبعا يا كابتن بتربط بان الواحد ما بيلعبش وان هو يمشي، مش شرط ان الواحد ما بيلعبش ان هو لازم يمشي يعني. برافو عليك. عكس حضرتك الدنيا بتتغير يعني، الماتش واحد العبه الدنيا كلها تتغير والعب تاني، واللاعب الكويس اللي فعلا عنده روح وعنده ان هو دافع ان هو يتمرن كويس ويستنى الفرصه، ما يهمتش يقول انا همشي. والحمد لله اللي انا بعمله دلوقتي انا بتمرن كويس وبحترم وجهه الجهاز الفني، طبعا وجهه نظر الجهاز الفني ان هو شايف ان احمد مش مناسب للفتره دي، لكن ان شاء الله الفتره الجايه ممكن نبقى ليه دور ان شاء الله مع الفرقه. شيء محترم جدا يا احمد، وانا بحييك على الحقيقه على كلامك دلوقتي، كلام عقلاني جدا وكلام لعيب فعلا، لعيب مميز ولعيب ينتمي الى النادي الاهلي بقيمه ومبادئه. لكن يا احمد خليني اقول لك، هل ما بيحصلش اي نوع من انواع الاتصال بينك وبين مستر مانويل الفتره اللي فاتت، الفتره انت كنت قاعدها دي، وايه تبرير مستر مانويل فيه انك انت ما تاخدش الفرصه بجانب محمد نجيب و وائل جمعه ورامي ربيعه والعش؟ هو يمكن اللي ما يعرفش مستر مانويل شخصيته ما بيبررش للناس خالص. مستر مانويل عايز اللعيبه كلها تتمرن كويس، وهو القرار بتاعه هو ان هو يلعب احمد او يلعب نجيب، يلعب وائل، يلعب شريف، واحنا بنحترم القصه دي. يمكن انا من اقدم اللعيبه اللي معايا موجوده، ويمكن انا فهمت شخصيته كويس جدا. فانا طبعا انا الكلام بالنسبه لي ما يبقاش لي لازمه خالص ان انا لازم اموت نفسي في التمرين ولازم اتمرن كويس جدا واثبت للناس كلها ان انا احق باللعب يعني. لكن الكلام نفسه طبعا ما بيجديش اي حاجه. حد اتصل بيك الفتره اللي فاتت يا احمد وعرض عليك الانضمام لاي نادي او اي وكيل او اي مدير فني؟ خالص. هو في كلام وكلا طبعا، لكن انا طبعا انا يمكن انا متربي في النادي الاهلي من بقالي 16 سنه في النادي الاهلي. يعني انا ما ينفعش ان انا اعمل حاجه زي كده الا من خلال قنوات النادي الاهلي وقنوات الاتصال، لحد ما النادي الاهلي يقول لي احمد شكرا ابدا انا افكر في النادي تاني، لكن انا ما ينفعش اعمل حاجه خالص من غير الرجوع للنادي الاهلي. كلام محترم، واتمنى لك التوفيق يا احمد ان شاء الله باذن الله، وتعود مره اخرى الى المستطيل الاخضر وتبدع كما عودتنا دائما. شكرا يا كابتن احمد.